أطلت الفنانة نيكول سابا على جمهورها بمصر بحفل رمضاني برفقة الأخوين شحيدة، وقدمت مجموعة من الأغنيات، وكان لافت أن غنت للسيدة فيروز بدعوة من الأخوين شحيدة ونالت أعجاب الحاضرين بتقديم هذا النوع من الأغنيات. بليلة رائعة جدا طغى عليها اللون الطربي واللبناني فئان، قدمت الفنانة اللبنانية سمية بعلبكي أمصية طربية بعنوان ليالي الأنس على مسرح مونو، وتندرج بإطار الليالي الرمضانية يلي تقدم خلال الشهر الفضيل. ورافقت الفنانة بعلبكي فرقة موسيقية مصغرة يطلق عليها اسم التخت الشرقي بقيادة المايسترو نبيه الخطيب، وتنوعت الأغنيات بين الطربي والكلاسيكي، ومن للموسيقار محمد عبد الوهاب ولكوكب الشرق أم كلثوم وللفنانة أسمهان، بالإضافة إلى القدود الحلبية.